خرج المئات من طلبة الكليات والمدارس بمسيرة حاشدة انطلقت من تقاطع بهوي بلدية الناصرية إلى ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية. الطلبة المتظاهرون شددوا عبر كاميرا الرشيد على ضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة التي خرجوا من أجلها لإقرار قانون انتخابات عادل وحل البرلمان ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين. في ذكرى الاعتصام الطلابي 28/10/2019 مثل هذا يوم انطلقت الحشود الطلابية أصحاب القمصان البيضاء في ثورتهم العظيمة في ساحة الحبوبي، وكانت انطلاقة بداية لهذه الثورة. واليوم أتينا هنا لاستذكار هذه الثورة ولإثبات أن الثورة لم تنتهي، وأن أصحاب القمصان البيضاء ما زالوا مستمرين في تظاهراتهم السلمية حتى تحقيق جميع المطالب، وأن أصحاب القمصان البيضاء لم يقتصر موضوعهم على التظاهر، ولكن الآن نحن نعمل على أن نكون مراقبين إلى قانون الانتخابات ونعمل على أمور كثيرة أخرى. اتحاد طلبة ذقار المسيرة الطلابية في الذكرى السنوية للاحتجاج الطلابي الذي بدأ في العام الماضي من في 28/20، ومن خلال هذا المسير نؤكد على مطالبنا، نؤكد على قانون الانتخابات النزيهة الذي نطالب به، نؤكد على المفوضية النزيهة، نؤكد على الانتخابات المبكرة والإشراف الأممي عليها بعدما فقدنا من تشرين 800 شاب والعديد من الجرحى 25,000 جريح، وبعد العديد من التضحيات لا زالت الحكومة المركزية تغض النظر عن مطالبنا وكأننا غير موجودين. فمن ساحة الحبوبي، من سلمية الناصرية ومن تنظيمها ومن طلبتها، نطالب الحكومة المركزية بالالتفات إلينا وتحقيق مطالبنا، فإن لهذا الشعب ثورة أخرى غير هذه الثورة لا يحمد عقبها. خرج طلاب جامعات ذقار جميع الأهلية والحكومية وكذلك مدارسها ومتوسطاتها اليوم لتجديد الذكرى للاعتصام الطلابي الذي حدث العام، والذي بموجبه خرج طلاب جميع هذه الجامعات ورفضوا هذا الظلم والجور الذي أتى على الشعب العراقي من خلال 17 عام من تحكم الساسة الفاسدين واللعب مقدرات البلد. فاليوم نجدد العهد ونجدد الولاء للعراق ونطالب بمطالبنا الأساسية بمحاسبة القتلة وكذلك إقرار قانون انتخابات عادل يمثل جميع أطياف الشعب العراقي، وكذلك القانون الأحزاب الذي هو أحد الركائز المهمة لقانون